بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات أبكارا. قال ابن كثير رحمه الله. قال البخاري ساق السند عن أنس قال قال عمر اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية. وقد تقدم أنه وافق القرآن في أماكن، منها في نزول الحجاب، ومنها في أسارى بدر، ومنها قوله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وابن أبي حاتم عن أنس قال قال عمر بن الخطاب بلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي صلى الله عليه وسلم فاستقريتهن أقول لتكفهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن حتى أتيت على آخر أمهات المؤمنين فقالت يا عمر أما لي برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن فأمسكت. فأنزل الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. هذه المرأة التي ردته عما كان فيه من وعظ النساء هي أم سلمة كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. روى الطبراني عن ابن عباس في قوله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال دخلت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وهو يطأ ماريا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة فإن أباك يلي الأمر من بعد أبي بكر إذا أنا مت. فذهبت حفصة فأخبرت عائشة فقالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أنبأك هذا قال ننبأني العليم الخبير. فقالت عائشة لا أنظر إليك حتى تحرم ماريا
فحرمها، فأنزل الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. إسناده ضعيف. قال: إسناده فيه نظر، وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات. ومعنى قوله مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ظاهر، وقوله سائحات أي صائمات. قاله أبو هريرة وعائشة وابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب القرضي وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو مالك وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وغيرهم. تقدم فيه حديث مرفوع عند قوله السائحون من سورة براءة، ولفظه سياحة أمة الصيام. وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن سائحات أي مهاجرات، وتلا عبد الرحمن السائحون أي المهاجرون، والقول الأول أولى والله أعلم. ثيبات وأبكار أي منهن ثيبات ومنهن أبكار، ليكون ذلك أشهى إلى النفوس، فإن التنوع يبسط النفس، ولهذا قال ثيبات وأبكار. قال أبو القاسم الطبراني في معجمه ساق السند عن ابن بريدة عن أبيه ثيبات وأبكار قال: وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يزوجه، فالثيب آسية امرأة فرعون، وبالأبكار مريم بنت عمران. هذا لا يصح. ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة مريم عليها السلام عن ابن عمر قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت خديجة، فقال: إن الله يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ، بعيد من اللهب، لا نصب فيه ولا صخب، من لؤلؤة جوفاء، بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم. ومن حديث أبي بكر المدني عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة وهي في الموت، فقال: يا خديجة، إذا لقيت ضرائرك فأقرئيهن مني السلام. فقالت: يا رسول الله، وهل تزوجت قبلي؟ قال: لا، ولكن الله زوجني مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وكلثم أخت موسى. ضعيف أيضا، أيضا دي معناها للأبي ضعيف أيضا، ضعيف من كده. كل هذه الأحاديث ضعيفة. قال أبو يعلى بسنده عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلمت أن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وكلثم أو كلثم أخت موسى وآسية امرأة فرعون؟ فقلت: هنيئا لك يا رسول الله. هذا أيضا ضعيف، وروي مرسلا عن ابن أبي داود. كل هذه أحاديث ضعيفة، والوعيد لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يطعنه أن يزوجه الله في الدنيا هذه الزوجات، خير ما أعد الله له في الآخرة.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.